حركة النهضة يوم أمس الثلاث قدمت برنامجها الانتخابي، حكيت فيه على تصوراتها الأمنية الاقتصادية وكذلك السياسية. أعضاء حركة النهضة يعتقدوا أنه برنامج طموح وواقعي، فيما نلقاو معارضين يقول لك مجرد وعود. موضوعنا في الجزء الثالث من برنامجنا باش يكون البرنامج الانتخابي لحركة النهضة، وعود في انتظار الفوز. موضوع آخر نحكيه فيه في الدوزيام بارتي هو إيقاف نجل عبد الرؤوف العيادي الأمين العام لحركة وفاء صدقي العيادي. التهمة هو التحريض على القتل والاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان. العنوان اللي اخترته اليوم هو إيقاف نجل عبد الرؤوف العيادي، هل للموضوع خلفية سياسية؟ ولكن البداية بشكون مع الانتخابات. اليوم المحكمة الإدارية نظرت تقريبا في 111 طعون متعلقة بالانتخابات التشريعية. خلاص القرارات متاعها كان نقض الحكم الابتدائي في 33 قضية ورفض 25 شكلا و53 أصلا. الطعون في الانتخابات التشريعية بين الرفض والقبول، هذا الموضوع اللي باش نبدأ به ولكن بعد شوي. مساء الخير ومرحبا بكم، عدد جديد من برنامجكم تونسنا اليوم كما كل يوم، موعد مباشر على قناة تونسنا. اليوم نحكيه في ثلاثة مواضيع. نذكركم وأنه في الجزء الثالث باش نحكيه على موضوع البرنامج الانتخابي لحركة النهضة، وعود في انتظار الفوز. كذلك نحكيه على موضوع ثاني، إيقاف صدقي العيادي نجل عبد الرؤوف العيادي، هل الموضوع خلفية سياسية؟ ولكن الموضوع الأول يتعلق بالانتخابات، والعنوان اللي اخترناه هو الطعون في الانتخابات التشريعية بين الرفض والقبول. كل من يشاهد فينا يحب يتواصل معنا، عندكم ثلاثة وسائل أكيد وأنكم حفظتهم بعد مديدة تقريبا 20 يوم في متابعة لبرنامج تونسنا اليوم. الطريقة الأولى هي الصفحة الرسمية لقناة تونسنا facebook.com/tunisnatv.official. الطريقة الثانية هو البريد الإلكتروني تونسنا اليوم @gmail.com، ثم الهاتف 28 500 652. والأكيد وأنه كما كل يوم نحاول نأخذ بعض الاتصالات الهاتفية في الحيز الزمني الأخير من برنامجنا. بداية نحب نرحب بسي فاضل المكور، قاضي بالمحكمة الإدارية. مساء الخير ومرحبا بك سي فاضل. شكرا، مساء الخير. كذلك عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكون حاضرة معنا مدام لميا الزرقوني، عضوة بهيئة ليزي. مساء الخير ومرحبا بك. شكرا على الاستضافة. شكرا على تلبية الدعوة زادة مدام. كذلك تكون حاضرة معنا مدام دليلة مصدق، ناشطة حقوقية ولا ناشطة في المجتمع المدني. مساء الخير ومرحبا بك دليلة. عايشة كيسي، مرحبا بالمشاهدين الكل. البداية تكون مع الكونفرنس دو بريس اللي تم عقدها اليوم، والمحكمة الإدارية كشفت على أحكامها فيما يخص 111 طعون تهم الانتخابات التشريعية. نتابعوا هذه الأحكام وبعد اون ديفلوب إن شاء الله مع ضيوفنا هذا الموضوع. مئة وأحدى عشر طعنا هو مجموعة طعون مقدمة أمام الدوائر الاستئنافية ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بخصوص الترشحات للانتخابات التشريعية. تم قبول 33 طعنا أصلا من العدد الجملي للطعون. القضايا اللي وقع رفضها شكلا 25 قضية، الرفض أصلا أي نظرنا في الأصل وحكم برفض القضية 53 قضية. بالنسبة لقبول القبول أصلا قلنا 33 قضية. وفيما يتعلق بتوزيع القضايا حسب المدعين، فقد تقدمت القائمة الحزبية ب 39 طعنا، في حين تم رفع 36 طعنا من القائمة المستقلة، وتقدمت الهياكل المركزية والفرعية لهيئة الانتخابات ب 36 قضية أمام المحكمة الإدارية. نزاعات انتخابات تشريعية هو 111 قضية متوزعت كالآتي: 39
قائمة حزبية، 36 قائمة مستقلة، و36 طعن مقدم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سواء كانت هيئة مركزية أو هيئات فرعية. كما شدد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي حمادة على احترام المحكمة لدى بتها في هذه الطعونة، استأنافا بعد إحالتها على المحاكم الابتدائية بكامل تراب الجمهورية لمقتضيات الحياد والنزاهة ووقوفها على نفس المسافة من مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. مهم برشا وانو نحكيو في الاحكام الباته للمحكمه الاداريه اللي كنتوا تتابعوا في تفاصيلها، ولكن قبل هذا خلينا للساده المشاهدين اللي يحبوا يفهموا اكثر هذا الموضوع، شنو معناتها الطعون وشكون يرفعها ضد شكون. هذا نحب نعرفه مع مدام لميا عضوه الهيئه العليا المستقله للانتخابات. دونك تحكينا مدام لميا على شكون يقدم في هالطعون هذه، احزاب مستقله ضد بعضها او ضد قائمات حزبية، أعطينا تفاصيل. الطعون هذه معناتها على خلاف سنة 2011 القانون الانتخابي سنة 2011 يمكن تقوم بها القائمة المعنية بالترشح، ممكن تقوم بها قائمة ضد قائمة سواء كانت حزبية أو ائتلافية أو مستقلة، وممكن تقوم بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن طريق هيئاتها الفرعية اللي تم تسجيل القائمات هذه المترشحة في دائرة اختصاصها الترابي. الطعون هذه لدى المحكمة الإدارية هي طعون بالاستئناف، هذا يفترض أنه ثم حكم ابتدائي صدر على محاكم ابتدائية اللي هي مرجع نظرها القضاء العدلي، يصدر أحكام ابتدائية تبت في القرارات تصدرها الهيئات الفرعية سواء بقبول أو رفض قائمات الترشح، وبعد صدور الحكم الابتدائي ثم هناك أجال معناتها مقتضبة، هي محالة للاستئناف كثيرة شوية ما بين أعلام واستئناف، ثم تنشر القضية قدام المحكمة الإدارية اللي هي بدورها زاد عندها أجال قصيرة ياسر باش تبت في القائمات، وبالطريقة ذي نحصل على أحكام نهائية بموجبها يتم ترسيم القائمات هذه سواء إذا وقع قبولها أو أنه إذا وقع رفضها فإنه أي طريقة للتظلم تنتهي. فقط مدام نزيد ناخذ من عندك دي تاي مهم برشا، معناها الخلافات او الاشكاليات اللي اثرتها هذه الطعون شنو النوعيه نتاعها؟ معناها انا سوبوزون انا عضو في قائمه مستقله وقدمت قضيه ضد مثلا عضو اخر او ضد قائمه حزبيه، نوعيه الاشكاليات بكلها شنو كان اهمها؟ والله بالنسبة لي احنا كهيئة عليا مستقلة انتخابات اهم اشكال كنا ممكن نركز عليه اكثر وتبعناه هو صفة الناخب، باعتبار انه الهيئة اخذت قرار انه ما يكونش مشمول بالترشح الا الناخبين اللي كانوا مسجلين سنة 2011 ووقع تسجيلهم في الفترة الاولى من سنة 2014 اللي انتهت نهار 29 جويليا، واحنا الاحكام اللي صدرت على المحكمه الاحكام اللي صدرت على الدوائر الابتدائيه بمختلف الجهات كانت فيها نوع من التضارب، ثم شكون اللي مشى في الاتجاه اللي خذته الهيئه ثم شكون اللي ما مشاش في الاتجاه هذايا، اما بالنسبه للمحكمه الاداريه في اغلبها مشات على اعتبار انه صفه الناخب لازمها تتوفر في المترشح باعتباره ناخب من سنه 2011 او الفتره الاولى ل 2014 اللي هي معناتها يتناسب ويتناسق مع توجه الهيئه. مقارنه بانتخابات اكتوبر 2011 هل انه عدد الطعون كان اكبر اقل؟ مقارنة على المستوى الابتدائي كان أكثر، ديما رجوعا ومقارنة بعدد القائمات، مقارنة على المستوى الابتدائي في سنة 2011 كان 133 طعن تم استئناف منهم يذولي في حدود 80 طعن 75 76 طعن حاجة هكي، المرة هذه أكثر شوية خاطر عندنا 111 قضية نشرت أمام المحكمة الإدارية، هذا يفترض كونه معناتها عدد الطعون كان أكثر، أما اللي نلاحظوه كونه رفض القضية القضايا شكلا معناتها شمل 25 قضية اللي هو عدد معناتها كبير 25 كبير شكلا و53 أصلا بالنسبة لسنة 2011 اللي هي ثم قضية بركة معناتها كانت محل رفض شكلا، معناتها مواضيع كانت مختلفة السنة على سنة 2011، احنا واعيين بالنقطة هذه وإحنا جاوبنا وطلعنا على العرائض وتابعنا الهيئات الفرعية في الجوابات متاحة، بالحق المواضيع كانت متنوعة السنة وشملت عديد المسائل القانونية، واللي أكثر من كل سنة ظاهرة كون عديد القائمات قامت ضد بعضها معناتها لإسقاط قائمة
مواجهة لها لعدة أسباب. هذه ظاهرة معناتها لاحظناها. مدام دليلة مصدق، قبل ما نجيك سي الفاضل ونعطيك وقتك تحكينا على قرارات المحكمة الإدارية اليوم، شو نجمو نقولوا في هذا السياق مدام دليلة بارابور للعدد الكبير، دونك 1600 أو 1500 قائمة، عدد الطعون 111 شوية وإلا برشا، هل يمكن القول أنه البروسيسوس على الأقل المرحلة الأولى بتاع البروسيسوس إلكتورال بتاع التشريعيات تعدى لبس؟ نعتقد انه على معناه بالمقارنه بعدد القائمات الطعون ماهيش كثيره، يعني هي اقل حتى من 10%، ماهيش طعون كبيره ياسر. انا حبيت نعطي ناخذ المساله بوجهه نظر اكثر سياسيه وحقوقيه اكثر منها قانونيه، باعتبار انه تبارك الله عندنا السيد قاضي المحكمه الاداريه والعضو في هيئه الانتخابات شي يوضحوا المساله القانونيه ومساله الطعون. لكن الملفت للنظر هو انه اغلب الطعون خاصة طعون قدمتها الهيئة العليا للانتخابات تتعلق بصفة الناخب، أو أكثر من مش صفة الناخب، لأنه صفة الناخب متوفرة عند أغلب التونسيين، لكن الانسكريبشن تاع الناخب معناها التسجيل، هل أنه المترشح هذايا كان مسجل نفسه في 2011 ولا لا؟ وسجلش نفسه في 2014 في الأجل القانوني الأول، إيش معناها؟ معناها لقينا نفسنا قدام رؤساء قائمات أو أعضاء في قائمات ما انتخبوش في 2011، غير مرسمين، ما تخبوش في غير ما كانوش معنيين اصلا بانتخابات 2011، لا سجلوا ولا انتخبوا في 2014 في الفتره الاولى اللي تفتحت فيها الاجال التسجيل، ما سجلوش يعني ما كانوش معنيين، وجاوا في اخر لحظه ولاو مش ناخبين مترشحين. يعني يحبوا ياخذوا مسؤوليه الدفاع على الناخبين هذوك. سي ان كونتر سونس، سي ان نون سونس ميم، معناها مهزله. لانه هذا السيد هذا ماهوش معني بالشان السياسي بتاتا من 2011، مش من تو، وما هوش حارق نفسه باش يمشي يسجل نفسه، ولا وما هزش عائلته وما عملش دعوه للجيران واللي يخدموا معاه في العمل باش يهزهم يسجلوا. هو ما سجلش بعد ظهر له باش يترشح. هذا يعطينا فكره واضحه على نوعيه بعض القائمات، على نوعيه بعض المترشحين، ويعطينا زادة فكرة واضحة على كيفية كيفاش قامت الأحزاب بالعملية الغوكريتمون للقائمات، كيفاش كونت قائماتها. يعني بعض القائمات تكونت بسرعة، هي تعطيني اسم فقط بدون تثبت، بدون ما يكون السيد هذاك معني بالشأن العام، معني بالقضايا البلاد هذية، معني وحتى أنه يمثل الشعب التونسي ولا يمثل النخبة المجموعة اللي مش ترشحوا. وهذا كما قلت لك يعطينا فكرة وما هيش إيجابية، وبرشا احزاب توجد في الوضعيه هذه، حزب النهضه، افاق تونس، جبهه شعبيه، برشا احزاب توجد في الوضعيه هذه، مش كان احزاب صغيره حتى احزاب كبيره. جو سي با مي ان كومونتير اذا عندك على كلام مدام دليله، ثم تعدى السي فاضل. بون من ناحيه سياسيه ما خير ما نعلقش، لانه انا عندي واجب التحفظ، لكن بالحق معناتها صفه الناخب كانت من الاسباب الرئيسيه للطعن، وثم عديد الاسباب اخرى. حبيت جوست نلاحظ حاجه، الهيئه اي قضيه كانت فيها طرف، سواء معناتها مهما يكون الطرف المقابل، هي استنفت الاحكام اللي تحكم ضدها بكل، وثم نسبه فيهم ربحتها، نسبه لبس بها، اما ثم نسبه قبل ما ربحتهاش وقبلت النتيجه، واحنا بصدد ترسيم القائمات هذه باش يظهروا في القائمات الاخيره ان شاء الله. كل واحد ياخذ حقه معناها بالقانون. بطبيعه الحال. سي الفاضل المكور، قاضي بالمحكمه الاداريه، في كلمتين البيلون، دونك تم نقض الحكم الابتدائي في 33 قضيه ورفض 25 قضيه شكلا، واخيرا رفض 53 قضيه اصلا. فسر لنا لو بيلون هذا سي الفاضل. والله هو طبعا يعني المحكمه الاداريه هي متعهده، او هي الدوائر الاستئنافيه بالمحكمه الاداريه متعهده استئنافيا يعني باستئناف الاحكام الابتدائيه الصادره عن المحاكم العدليه في اجال قصيره برشا، وهذا خلى معناتها المحكمه سواء يعني قضاة واعوان خلال الفتره هذه، خلال 12 يوم اللي تعداوا هذوما، يدخلوا في سباق ضد الزمن. اثر شويه على نوعيه ممكن النظر في الملفات هذه، ولا سي الفاضل؟ لا بصراحه بصراحه، لا بالعكس، خاطر كي تقول لي بريود قصيره برشا، وهي قصيره برشا، شنو السلبيات نتاعها؟ كيفاش نجم تاثر معناها سلبيا على النظر نتاعكم؟ ما تاخذوش وقتكم؟ لا باش تنظروا كما يلزم في الملفات. الاجال القصيره هذه تم تداركها بمجهود اضافي من طرف قضاة المحكمه واعوانها اللي عملوا يعني بصفه متواصله ايام السبت والاحد،
وعملوا يعني حتى ثم يعني الأعوان عملوا حتى لساعات متأخرة، والمفاوضات تواصلت حتى لساعات متأخرة من الليل، وحتى يتم احترام الأجال المضبوطة في القانون سواء من حيث يعني من حيث يعني استدعاء الأطراف لجلسات المرافعة أو إصدار الأحكام وتبليغها للمعنيين بها. سي الفاضل بالله في نفس السياق هو لربما مش موضوعنا ولكن يهم المحكمة الإدارية، سمعنا وأنه تقريب العدد الجملي للقضاة الإداريين 120 فعلا، وعندكم معناها مهمة النظر في دليلة في آلاف القضايا فعلا. علاش هل الضعف متاع الدولة خليني نقول ولا من يهم الأمر في تخصيص قضاة معينين ما يتلهاو كان بملفات الطعون مدام لم يتوافقني ماهيش ضعف في والله هو السؤال هذا ما نجمش أنا نجاوب عليه. لكن على الأقل تقول لي السفري المشكلة هذه صحيح ولا لا، مانيش معناها نخرف في حكاية كيكو برا. لا فعلا هو الـ يعني الـ ثم ضغط كبير على المحكمة الإدارية خاصة في السنوات الأخيرة، يعني الناس أصبحت يعني تلتجأ إلى المحكمة الإدارية عندها ثقة يعني في القضاء الإداري، وهذا يعني طبعا ولد ضغط كبير. بقى مسألة يعني توفير الإمكانيات البشرية أو المادية طبعا هذه مسألة يعني كنتوا تنجموا تعملوا شوية بريسيون ثم كمحكمة إدارية كقضاة تقولوا أنه يلزم ناس متفرغة. سي الفاضل نحكيو بصراحة، نعرف والله أنا نجم نجاوبك حساسية البوست نتاعك ولا الموقف ولا لا نجم نجاوبك بالعكس. هم القضاة الإداريين يعني بصفة عامة متفانين لا يعطيكم الصحة أما كنتوا تنجموا تعملوا بريسيون باش ثم تخدموا في راحة ويتم تخصيص بعض القضاة باش يتلهاو ينظروا فقط في ملفات الطعون، هذا ايش نقصد؟ أما بخصوص يعني نحب نأكد على مسألة هو أنه الأحكام بالعكس أنا يعني شفت يعني الأحكام ويمكن حتى يمكن لأي حقوقي أنه يتذكر أنه ما يتأكد من ذلك سواء يعني من حيث تعليل الأحكام وكيفية صياغتها يعني نفس الـ المنهج اللي اعتمدته المحكمة ونفس الجدية اللي معروفة بها يعني أحكام المحكمة الإدارية ماشي يعني حتى هو يفوت يبعه أنه القضاء التونسي سواء القضاء العدلي ولا القضاء الإداري رغم أنه ما هوش موضوعنا استانس بالضغط راه عنده سنين يخدم بالضغط سنين يخدم بالملفات أكل بخي دليل أني داكور أنه الجوستيسيابل هو المتقاضي هو اللي يدفع ثمن لأنه القاضي ما هو إلا إنساني لكن هذه مشكل من المشاكل الكبيرة اللي تعاني منها وزارة العدل واللي مطلوبة واللي مطروحة في إصلاح الهيكل القضائي لأنه ضغط معناه احنا نشوفه في جلسات قضاة يدخل 300 و400 ملف يعني في جلسة واحدة ظروف غير إنسانية بالمرة حتى في العمل ما هوش موضوعنا اليوم لكن جيت في كونتكست معين باش نلفتوا نظر ليه نرجع للبيلون دونك سي الفاضل تفسر هنا أكثر فاش تتمثل بالضبط القرارات نتاعكم الباتة نعاودوا نذكروا هي فعلا باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب والطعن يتم أمام يعني دوائر استئنافية مختلفة هذا طبعا إذا أخذنا بعين الاعتبار استقلالية القضاء واستقلالية يعني الهيئات القضائية قد يؤدي إلى يعني بعض الاختلاف أنه أن يكون ثم يعني أحكام يعني أو مواقف فقه قضائية مختلفة باعتبار أنه باب الاجتهاد يعني مفتوح لكن على كل حال هذه مسألة يعني تم يعني صياغة القانون في حد ذاته أكثر من اللي تم يعني المحكمة الإدارية القضايا هي عددها 111 اللي بدت فيها المحكمة تم رفض 25 منها شكلا زميلتي المحترمة قالت أنه يعني ثم عدد كبير ما تمش يعني تبليغ الطعن بواسطة عدل التنفيذ مثل ما يشترطه يعني القانون عدد كبير كذلك يعني عدد كبير من الطعون ليس عدد كبير لكن يعني نسبة كبيرة من القضايا مرفوضة شكلا كذلك قدمت خارج الأجل اللي هي أجل قصيرة هذا اللي فسر يعني ممكن نسبة يعني 25 مدام لامي نرجع معاك على هذه الطعون كيفاش كانت موزعة في الدوائر على المستوى الوطني في الدوائر اللي بالخارج تقريب أنا هي القائمات اللي عرفت برشا مشاكل متاع الطعون أكثر قائمات عرفت مشاكل بتاع الطعون هي القائمات اللي تخص الدوائر بالخارج تقريبا عنا في كل دائرة عنا قضية أو زوز المجموعة متاحهم 16 قضية
بالنسبة ل 27 دائرة المتبقية داخل الجمهورية كانت القضايا متوزعة بطبيعة الحال، احنا ونسبة القائمات اللي باش تقدموا وين ثم قائمات بعدد كبير كيف ما قفصة كيف ما القصرين، كان ثم قضايا معناتها منشورة بعدد أكبر لأنه معناتها قرارات الهيئة تراوحت، الهيئات الفرعية في المناطق ذيك تراوحت ما بين الرفض والقبول وعلى أساسها تمت الطعون هذه. حبيت قوسين نعقب على الكلام اللي قاله الزميل واللي قالته أستاذة بالمراد، بالحق معناتها القضاء سواء القضاء العدلي أو القضاء الإداري معناتها فصل الطعون هذه في حيز الزمن استعجالي معناتها أكثر من الاستعجال. حنا في القضايا الاستعجالية تتنشر ساعات وتاخذ أسابيع، بالنسبة للقضايا اللي تتعلق بالطعون الانتخابية ما ثم حتى نهار يتزاد على الأجل المحدد، معناتها المحاكم سواء الابتدائية العدلية أو الإدارية معناتها مقيدين بأجل محدد. هذا يتفسر وتبرع عديد الأسباب، إنه الرزنامة الانتخابية محكومة بأجال زادة هي بيدها محددة ما نجموش نتجاوزوهم، ثم أجال باش نعطيو القائمات النهائية، ثم أجال باش تطبع القائمات هذه تتنشر والعموم يعرفوها، ثم أجال متاع قرعة باش الورقة الاقتراع ياخذوا فيها ترتيب معين وتصير معناتها الترتيب هذاك معناتها يتواصل خلال كامل الحملة الانتخابية في التعبير المباشر في التلفزة العمومية في المعلقات وفي الجدور إلى آخره. معناتها المسألة مربوطة ببعضها، معناتها هي جملة من الحلقات مربوطة ببعضها، هذا ما نجم نفسره به معناتها صبغة الاستعجال في القضايا هذه. أما بالحق هو بالأكيد ما يكونش من المستحسن أنها تكون بالسرعة هذه لأنه ضغط كبير على القضاء كيف ما قال الزميل، خدموا سبت وحد وإحنا عنا دائرة في المحكمة الابتدائية متاع تونس في ليلة لخصونا 25 حكم، خاطر الأجل ما ترحمش، لازم الغدوة تبليغ عرائض وعدل التنفيذ وكل 25 حكم صهرت عليها الدائرة كاملة باش لخصوها وجابوها في الصباح. على كل ديما عادة التونسي تربينا بها ثقافة ذي آخر دقيقة وتحت الضغط. دليل مصدق لو كان نحب ناخذ رأيك في مسألة جوستومون النظر تحت ضغط الوقت في أجل قصيرة من طرف قضاة المحكمة الإدارية، هذا يضر بجودة النظر في هذه الملفات ولا لا؟ كانت أعطت مثال مدام لم يدخل لك المحكمة الابتدائية متاع تونس معناها 25 ملف في ليلة واحدة، هذا ينجم يضر على مستوى القرارات أو الأحكام الباتة للمحكمة الإدارية وإلا لا؟ نعتقد لا، لأنه الأجال طان في أي انتخابات في أي بلد أجال طان محدودة زمنيا، لأنه كما فسرت زميلة تقول أنه ثم شبكة من الحلقات أجال مرتبطة ببعضها، إذا تمس أجال من الأجال فإن الشبكة الكلها أو الحلقات الكلها تطيح. دونك في البلدان العالم الكل الانتخابات عندها أجال، الطعون عنده أجال، النظر في الطعون عنده أجال، والبت في الطعون عنده أجال، والأجال هذه ما تنجمش تكون طويلة، تنجمش تكون بالأسابيع أو تكون قصيرة برشا زادة الأشهر، لأنه وقتاش نقدموا القائمات؟ احنا نقدموا القائمات بعض الأسابيع قبل الانتخابات نفسها. دونك الطعون ما تنجم تكون إلا في الفترة بين تقديم القائمات للهيئة والانتخابات، دونك شو تكون محصورة. معناها الإشكالات اللي تنجم تطرحها قصر الأجل يمكن تفاديها بالتكثيف أو تدعيم الجسم طاقم طاقم متاع القضاة الإداريين طاقم القضاة بالضبط كسوى العدلي أو الإداري دون فاسون إكسيبسيونيل. احنا عنا انتخابات مرة في الخمسة سنين ما يشكل يوم نجي نقولوا دون فاسون إكسيبسيونيل للنظر في الطعون مش يقع تكوين لجنة فيها 15-20 قاضي مش يخدموا على المسألة هذه، فهمت؟ سيت اون ميزور اكسيبسيونيل تتعمل ايمات الطعون معناها في الفتره الانتخابيه، لانه مازال ثم طعون بعد الانتخابات وطعون في الحمله الانتخابيه ايتترا، مازال ثم مجموعه من القضايا مش ترفع وطعون مش ترفع، وش يكون الضغط اكثر بعد الانتخابات اكثر بكثير، وقضايا بالالاف تفكروا احنا بعد الانتخابات 2011 قضايا بالالاف ترفعت قدام المحكمه الاداريه وكان في يدها 48 ساعه للبت فيها، ودايا تم رفضها 99% شكلا، يعني لانه المواطنين نفسهم او رؤساء القائمات او الاحزاب ما كانش مستانسه بالبروسيدور الجديده، دونك ثم برشا اغلاط شكليه. تفادي هذا الاشكال يكون بتكثيف
الجسم القضائي أو عدد القضاة في الفترة هذه، فترة شهرين وثلاثة متاع الانتخابات. هذا ما يتكلفش ياسر على الدولة التونسية باعتباره أنه القاضي يأخذ شهريته، لكن ماشي هي محاولة إعادة هيكلة وقتية لمهام القضاة في الفترة هذه. به قبل ما نرجع لمدام لميا عضوة في هيئة الانتخابات، مهم جدا واني زادة باش نحكيه شوية على القوائم أو الأسماء اللي قدمت ترشح للانتخابات الرئاسية، شنو روزنامة العمل متاعكم. لكن قبل هذا سي الفاضل، مثلا قداش كان عدد القضاة اللي نظروا في الطعون واللي عددها 111؟ والله هي نظرت فيهم 5 دوائر استئنافية. طبعا كل دائرة استئنافية متكونة من رئيس ويعني عضوين، لا رئيس دائرة استئنافية، رئيس دائرة استئنافية وعضوين وعدد من المقررين، يعني يتراوح ما بين 2 مقررين او 4 مقررين. فيعني هذه هي يعني ما بين 10 20 هكا تقريبا او اكثر او اكثر شويه. 15 ابو بخير دائرة فيها رئيس وعضوين، عضوين ومقررين او 4 مقررين. اي دونك اكثر، احنا في ال 20 يعني أكثر تقريبا 20 25. اي بالضبط، اي اذا العدد غير كيف نزيدو. شنو نحب راه مهم سي سي فاضل، مش كل يوم يجينا قاضي بالمحكمه الاداريه، دونك ديما انا نخمم ونفكر باش نطرح اسئله اللي هي في اذهان التوانس اللي شاهدوا فينا. معنى انت تعتقد انه هذا كان كافي والا لا ريالمون؟ معنى ما فماش مشكله راه باش صرحنا. والله هو الحمد لله يعني توصلنا الى حد الان الى يعني القيام بالمهمه اللي يعني اللي احنا مكلفين بها، وهذا يتطلب يعني فعلا مجهود اضافي. بقى يعني تدعيم امكانيات يعني البشريه للمحكمه طبعا هو امر يعني يعني مرحب به طبعا، هذا شيء وامر يعني يمكن نقول لك يعني يعني طب ايه مفروض منه. واضح، مفيش كلام. سي الفاضل، دونك باش نفهم دور المحكمه الاداريه، هل انتهى عند هذا الحد، عند هذه المرحله؟ لا. اي كما كانت تحكي مدام دليله، هل انتهى عند هذه المرحله والا فما خدمه كبيره جايتكم فاش تتمثل قبل ما بالعكس مدام لميا؟ هي هذه اول مرحله. تليها مرحله الانتخابات الرئاسيه اللي هي قريبه، يعني مرحله الترشحات للانتخابات الرئاسيه، يعني النزاعات متعلقه بالترشحات للانتخابات الرئاسيه اللي هي بكلها قدام محكمة إدارية. يعني مرحلة أولى قدام الدوائر الاستئنافية، ثم يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية. ثم وهي المرحلة الأهم واللي متوقع مش يكون فيها أكبر عدد، هي الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية. هذه كذلك الطعون ستتم أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية على ان يتم يعني في المرحله الاولى على ان يتم يعني طعن في الاحكام الصادره عن الدوائر الاستئنافيه امام الجلسه العامه القضائيه. وهذا فعلا يعني يعني سيتطلب يعني مجهود كبير، وما هي هذه الا مرحله اولى. المرحله اللي مش تليها مش تكون اصعب، مش تكون يعني فيها ضغط اكثر، هذا شيء اكيد. وكريت علاش كلامنا مهم، وانه هذا شيء اكيد اي اوموا معناها اون لونس ان ابيل، يلزم هالعدد القضاة تاع المحكمه الاداريه ريالمون يكبر، خاصه وانت فسرتي تو كما كانت تحكي مدام دليله وانه الخدمه مازالت ما بداش براتيكمون معناها في هذا الصدد. باهي مدام لميا، نحكيو شويه على الانتخابات الرئاسيه، قاعدين نراو في العجب. نحب نعرف لربما باب الطعون تفتح والا لا. ساعتو دابور بالنسبه للانتخابات الرئاسيه، خاصه وانه هذا الباب تقفل نهار 28 او 22 سبتمبر، فنحب نعرف على الاقل وقتاش الاجال توفى، وقتاش تبدا نتاع الطعون. بالنسبه للانتخابات الرئاسيه، المترشحين قدموا الترشحات نتاعهم من 8 ل 22 سبتمبر. نهار 22 سبتمبر 6 متاع العشيه اغلق باب الترشح، بمعنى انه ما عادش نقبلوا حتى ملف ترشح. تقدمنا 70 ملف ترشح تقيد عند مكتب الضبط في المخصص للانتخابات الرئاسيه لهيئته، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مقرها بالمركزي. احنا عندنا مدة 4 أيام
باش نبتوا في جدية الانتخابات الترشحات هذه. احنا بدينا من اللي انتهت معناتها تقديم ترشحات بدينا نخدموا، عندنا ديجا قائمات معناتها بدينا نخدموا، القائمات نتاع الاشخاص اللي تقبلوا شكلا، القائمات اللي نتاع الاشخاص اللي تقبلوا شكلا واصلا، والقائمات نتاع الاشخاص اللي احنا تو قاعدين نثبتوا في التزكيات نتاعهم اللي قدموها سواء من نواب مجلس التاسيسي او من نواب الناخبين عبر كيف ما افترضوا القانون. القانون يقول لك اللي يحب يتقدم للترشح للانتخابات الرئاسيه يقدم 10,000 تزكيه من 10,000 ناخب موزعين على الدوائر الانتخابيه بمعدل 500 ناخب في كل دائره. المساله هذه معقده ياسر، تاخذ برشا وقت، احنا منكبين عليها ووضعنا فريق عمل كبير ياسر ياسر باش نجموا نواجهوها. لقينا حل. نقفوا شويه في النقطه هذه مادام لم يسمعنا، وهذا اكيد ما عادش حشيم خبي في تونس. الامضاءات دونك فما برشا فلوس دارت في السوق تاع توانسة. سؤال متاعي مش هذانا، سؤال هو علاش ليزي ما فرضتش مثلا ليغاليزاسيون التعريف بالامضاء، وهكاك على الاقل كي نقراو الاسم وبطاقة التعريف ونشوفوا التعريف بالامضاء، على الاقل المواطن هذاك خذا فلوس ولا ما خذاش، هو اونتر جيمين نقولوا مقتنع، علاش ما تمش فرض سلطة القانون في هذا السياق مدام لميا؟ والله سلطة القانون هي مفروضة بالتدابير اللي اخذتها الهيئة، سواء أما عملية أنك تفرض باش كل مترشح يجيب لك على الأقل 10,000 امضاء معرف به، مع معناتها بلديات تخدم في الصيف بنص الوقت الإداري، وعندنا معناتها رجوع مدرسي وسفر المهاجرين هذه مسألة صعيبة ياسر. معناتها أنت حط في كل دائرة بلدية عندك 500 عبد واقف، تدخل في المواطنين العاديين واقفين على التعريف بالأمضاء باش يعرفوا بالأمضاء. احنا اش عملنا؟ بالحق هي عملية معقدة، كان ممكن ما عندناش 3 مواعيد انتخابية متالية، كان معناتها كان عندنا موعد واحد ممكن كان الهيئة تبدأ معناتها روزنامة تبدأ من وقت متقدم وناخذوا الإجراءات هذه كل. اما احنا ازاء وضعيه معناتها تفترض منا ايجاد حلول بديله. شنو الحل البديل اللي لقيناه؟ احنا توا طلبنا 10,000 معناتها طلبنا نسخ ورقيه للتزكيات هذيا، وقليل شكون اللي يجيب لك 10,000 تزكيه، ثم شكون يجيب لك 50,000 130,000 70,000 60,000. معناتها انت تصور الاشخاص هذو الكل واقفين قدام البلديات ويعرفوا بالامضاء بتاعهم. اش قلنا احنا؟ طالبنا باش تكون عندنا نسخة ورقية ونسخة على قرص مضغوط، وتوا عندنا فرق قاعدة تطابق ما بين النسخة الورقية والنسخة الموجودة في القرص المضغوط باش نصفيو عدد الحقيقي لكل مزكي بالنسبة لكل مترشح، خاطر نجم يجيب القائمة فيها 60,000 وهي فعليا 20,000. عندك دوبلون، عندك أشخاص بطاقات التعريف نتاعهم مش صحيحة، ما تقبلهاش المنظومه الاليه. الفيريفيكاسيون هذه صايره من قاعده نعني فيها. عندك اشخاص ماهمش ناخبين، خاطر المزكي لازم يكون ناخب. احنا توا كما قلت لك صدقني عندنا فرق تخدم 24 ساعه على 24 ساعه باش تخدم على الملفات هذيا، باش نصفيو قائمات المزكين وباش نضعوها على موقع الهيئه باش كل شخص يكون زكى يلقى اسمه والامضاء نتاعو. اذا اسمه وامضاءه موجود وهو ولا اي امضاء اخر وهو ما زكاش، عنده طرق نتاع طعن بالتدليس بغيره. معناتها احنا الامور هذه رانا باش نحطوها على موقع الهيئه باش اي عبد ينجم يطلع ويعرف روحه حقيقه اذا زكى باش يلقى اسمه موجود، واذا ما زكاش واسمه موجود ينجم ياخذ الاجراءات القانونيه اللي يحب عليها. معناها اذا اليوم عدد المترشحين 70 للرئاسيات مدام لميا، اذا ثبتوا انه التزكيات اللي تحصلوا عليها او الامضاءات فيها اخلال تنجموا معناها غير سحب الاسم نتاعو او الترشح نتاعو، يصير تتبعوا قانونيا ولا لا؟ ولا الامور مصيبه؟ لا ماهيش الامور مصيبه بطبيعه الحال. هي التزكيه هي تقريبا من قبيل الشهاده، معناتها نشهد اللي الشخص هذاك هو مؤهل انه يكون مترشح لانتخابات رئاسيه. معناتها انا كيف اسمي موجود وبطاقه تعريفي وامضائي هذاك معناتها المونجاج، واذا انا ما صححتش سكو ثم شكون اللي جاي في بلاصتي وصح؟ سكو كيفاه عندي تتبعات نجم نعملها.
هذا غير الترشحات اللي تثير الضحك في الحقيقة. خليني أنا نقول وأنت موافقتني توت فاسون، معناها مترشح يوصل سيرو بلاس للهيئة الفرعية ولا الهيئة المركزية متاع ليزي، دوسي ناقص، أوراق مش فاهم شنو يزم يوفر ما يوفرش. نحب لو كان ممكن كاريكاتور، معناها دليل من عندك، شنو تنجم تقول لنا على الوضع اللي نعيشوه اليوم بخصوص الاستحقاق الرئاسي؟ خليني نقول هو الحقيقة الثلاث سنوات حكم سي المصطفى مرزوقي خلت فتحت الباب لكل الناس للترشح، لأنه كل إنسان ولا يشوف في نفسه الكفاءة. يقول لك إذا سي المصطفى مرزوقي نجم يكون رئيس جمهورية، أنا نجم يكون رئيس جمهورية. إذن معناها ثم شوية استسهال للمسؤولية هذه وللمؤسسة بصفة عامة. لكن أنا نقول بصفة أجمل، يعني نحاول نطلعوا الدرجة الفوق، نقول أنه تونس تعيش أول استحقاق انتخابي حقيقي، أول انتخابات رئاسية حقيقية فيها خيار وفيها ناخب. ما نعرفوش قبل بشهر ولا قبل بنص شهر شكون يكون رئيسنا في ديسمبر، ما نعرفوش الحقيقة. على 70 اسم، على 70 مترشح، يعني أول مرة مش نختار، أول مرة مش نختاروا رئيس حقيقة. أول مرة معناها حتى قبل أول انتخابات معناها رئاسية وقت زعيم بورقيبة كان عنده معناها من الزعامة ومن الالتفاف حوله اللي الناس كلها عرفته هو، يعني ما فيش كلام. 23 سنة تاع بن علي ما نحضروش عليهم الانتخابات، ما تبعوهمش، نعرفوه هو شي عاود يطلع، حتى لو كان ثم شكون ترشح ضده أحيانا ولا يعني كانت صورية. أول مرة نعيش انتخابات حقيقية، وضروري وانه نتعداو بالمرحله هذه نتاع نسميوها ابتذال سياسي او لا ميديوكريتي، ما قيتهاش بالعربي، ضروري ان نتعداو بها. وفي الميديوكريتي هذه او في الخضم هذا الكل ثم اسماء تعمل كيف مترشحه للرئاسيه، يعني نلقاو في المشله هذه الكل ثم زهور باهيه او يعني عناصر هيله وكفاه، والباقي الكل في اخر التحليل بعد سنوات من الاستئناس بهذا المسار التعددي والديمقراطي. المشهد باش يكون اوضح وانظف واعقل. فقط حبيت نرجع نسال سؤال على مساله تقديم الترشحات. نعرفوا انه في الاداره التونسيه كيف نجيو وش نقدموا دوموند، وش نقدموا مطلب في اداره تونسيه، قضاء او دفدرخانه، او يشرطوا مجموعة من الوثائق كما الهيئة شرطت مجموعة من الوثائق يجب توفيرها على المترشح. ثم عملية فرز أولية تصير au moment de la réception، يعني في وقت قبول مطلب الترشح. أوراقك كاملة ساعة ولا لا؟ إذا أوراقك مش كاملة رجع له أوراقك ونقولوا كامل أوراقك وارجع لي. هذا مستنسي بيه ونعفوه في الإدارات الكل. علاش ما تمش العمل بنفس المبدأ هذايا في قبول ترشحات رئاسيه؟ تو انا كيف رجعت وشفت الجدول تاع المترشحين نلقى مثلا بعض المترشحين مقدمين ثلاثه تسكيات، قائمه فيها ثلاثه تسكيات، ثلاثه اسماء، ثلاثه من الناس ذكاء والسيد هذا. من المفروض وانه من غير ما نتعب بين الهيئه ونوصل تنظر في بقيه معناها في الجيشي، معناها من لاجون دو ريسبسيون هذاك الانسان الموظف في قاعد غادي باش يقبل يقول له هذايا نون ريسيفابل، معناها ما عندكش الحد الادنى، جيب لي 10000 بعد تنثبتوا فيهم ال 10000 صحاح ولا هذاك ان كونترول ا بوستيريوري، مي ا بريوري دوسيك غير مقبول. ثم شكون نعرفوا ايضا مشى قدم الاسماء على سوبور على اوراق لكن ما قدمهاش على سي دي، واللي هو ضروري لعمليه الغوكوبمون. من المفروض انه دوسي يترفض من الباب معناها من وقتها. حبيت نفهم علاش الهيئة ما استعملتش التقنية هذه أو المبدأ هذايا أنه المطلب الساعة لازم يكون كامل شروط كامل الوثائق اللي قبوله شكلا. واضح. نختم معك بهذه مدام لميا ثم كذلك كلمة لسي فاضل. تفضل مدام. والله سلطة البت في المطالب هي ترجع بالأساس لمجلس الهيئة والسادة الموظفين والإداريين يتلقوا المطالب هذه، هي معناتها عندهم كان سلطة ضبط، معناتها أي أوراق يجيو ولا ما يجيوش هما يسلموا فيها وصل الوصل للواحد. احنا مدة البت هي 4 أيام من تاريخ إنهاء تقديم الترشحات، معناتها ما نجموا ننظروا في الملفات بصفة فعلية
الا 4 ايام من بعد تقديم ترشحات. علاش؟ خاطر في مده 15 يوم هذوما ينجم كما قلت انت شخص قدم 3 تسكيات ولا قدم ملف ناقص بعشا على شهاده الجنسيه ويجيبها لك في الاثناء هذيك، معناتها لازمك تستنى تغلق المده هذه ومن بعد تبدا البدء. مقاطعه بسيطه مدام لمياء. نعم. معناها انسان يرى في روحه فتور معناها بريزيدون تاع تونس يجيب ملف ناقص وانتم تصبروا عليه، معناها غير معقول راه. والله القانون يجبرنا وهذه اعتبارات شخصيه احنا ما نجموش نتدخلوا فيها، راهي ثم شروط تقول لك اي شخص ناخذ وعند وعمره 35 سنه ينجم يقدم الترشح نتاعو بالفعل فقط. اداريا معناتها الاشخاص المؤهلين اداريا انهم يقبلوا الملف كيف ما هو، وهنا معناتها صار خلط على مستوى الاعلام شويه. علاش تقبلوا؟ اي عبد يأنس في روحه انه يكون معناتها يتقدم للترشح راهو الهيئه ما توقفوش من الباب تقولوا لا ستوب ما تدخلش انت راهو بروفيل نتاعك ولا هيئتك ولا لا لا الدوسي عمرنا سون دوسي ني ستاتوي الهيئه ما تقرر في الملف نتاعو كان وقت اللي يتسكر باب الترشح، معناتها البت عندنا 4 ايام مده سابقه كل ينجم يكمل الملف وينجم يدارك اي نقص. احنا نخدموا بهذه على مستوى الاداره التونسيه، الادارات الكل تمشي بملف ناقص ما يقولكش ما نقبلكش، مش كيف هذا قانون كمل الملف. هذا قانون انت وقت اللي تقدمت بوزيت سانسي تعرف شنو اللي مطلوب منك اوراق، ما دام قدمت ناقص وعارف اللي مش في مستطاعك انك تكمل انت دوفيس عارف روحك مع الشروط ما تتوفرش فيك شروط اعتبارا للوثائق اللي نحب نقصد خاصه التزكيه والضمان المالي اللي هي عازت عديد من المترشحين، معناتها هذه اسباب 10 ملايين هكا 10 ملايين 10000 دينار ضمان مالي وعلى الاقل 10000 تزكيه ثابته وصحيحه ومعناتها وثائق اخرى ووثائق اخرى اللي تتعلق بجنسيته سنه الى اخره. انا بربي كان واحد قدم مثلا من غير بطاقه تعريف قدم ترشحه يقبل عليه مكتب الضبط؟ من غير بطاقه تعريف مبدئيا لا، لازم يجي بطاقه تعريف. ما نعرفوش منين باش نعرفوا لان هو فلان الفلاني التصريح التصريح فقط ما يزيش. دونك بطاقه تعريف هي وثيقه اساسيه لقبوله افكتيفمون في مكتب الضبط افكتيفمون. من المفروض وانه كل الشروط كل الوثائق تكون تقدر نفس البرانسيب باش يعرف بهويته لازم بطاقه تعريف وطبيعه الحال كيف نفس تقول لك ينسحب على كل وثائق مدام مش بالحد هذا الوثيقه الغير مكتمله امشي كملها وارجع لا مش بالحد. ما عادش عندنا وقت على كل كلمه الختام لمود لافا نخليها لك مفتوحه سي الفضل. بارك الله فيك. فقط يعني نحب نزيد ناكد انه يعني قضاة المحكمة الإدارية وأعوانها يعني على أتم الاستعداد هم مستعدين يعني للقيام بواجبهم، والمحكمة الإدارية أعتقد أنه يعني مانيش في حاجة نذكر يعني أنه مشهود لها يعني بالحياد والاستقلالية يعني قبل الثورة وبعدها، وهي تقف يعني على مسافة واحدة من جميع الأطراف وذاك هو بكش. بالتوفيق لكم مدام لمياء. كيف جو با غاتي لوكازيون باش نقول نفس الميزات ينسحبوا على القضاء العدلي بما اني انا قاضي من القضاء العدلي ونثمن العمل الزملاء نتاعي. نقول اللي الهيئه معناتها ماضيه تو في المسارين الانتخابي سواء بالنسبه للانتخابات التشريعيه او الانتخابات الرئاسيه بخطى حثيثه ونحاولوا نستبقوا المراحل باش معناتها الناخب يكون عنده المعلومات كاملة في الوقت اللازم إن شاء الله. نقول لكم بون كوراج للناس الكل كسوا المحكمة الإدارية دونك القضاة نتاعها كيف ليكم اللي زي مدام لمياء. شكر كبير السي فاضل المكور قاضي بالمحكمة الإدارية، كذلك مدام لمياء أزرقوني عضوة بهيئة الانتخابات، شكرا على تلبية الدعوة وربي يعاونكم. كذلك شكر لدليلة مصدق ناشطة في المجتمع المدني ولا ناشطة حقوقي باش تواصل طبعا حضورها معنا ومشاركتها توتولون دو سيت ايميسيون. بعد شوية نحكيو على موضوع آخر في الحقيقة عنده نهارين أو ثلاثة أيام خطير جدا ونحاولوا نبحثوا في تفاصيله. إيقاف نجل عبد الرؤوف العيادي أمين عام حركة وفاء، هل للموضوع خلفية سياسية؟ بعد بيان حركة وفاء بعد شوية تكون حاضرة معنا مدام لبنى العباسي قياديه بحركه وفاء وكذلك محاميه تترافع على نجل عبد الرؤوف العيادي. التفاصيل بعد شويه ما تبعدوش.